غادي نبداو دابا ان شاء الله هذا الامتحان ديال 2019 دوره عاديه بي سي صافي. دونك هو غادي يكون الامتحان الرابع صراحه، راه هذا الوطني الرابع اللي غادي نخدمو ديال لافورماسيون جينيتيك. غادي نحاولوا نقراو عافاك هنا لي ميوتاسيون فون بارتي دي كوز دو كونسير شي لوم. شي لوم هنا غادي نهضروا على لو كونسير، وماشي اي كونسير، لو كونسير دو سان، سرطان الثدي. دونك بحال هكا غادي نستهدفوا واحد لا كاتيجوري، غادي نهضروا على لي فام اتانت بار لو كونسير دو سان. هنا شنو لقاو؟ بان هذا لو كونسير دونك غادي حيت هادشي راه عطيتو لكم، راكم ديجا بريباريتو شويه في الدار، صافي نعطيكم شويه الخلاصه وغادي نزيدوا. هاد لو كونسير هذا شنو داروا لي شيرشور؟ لقاو بان هاد لو كونسير عنده اون غولاسيون مع ان جين اللي سميتو بي ار سي ا ان. بي ار سي ا ان دونك كاين واحد لو جين عند الاناث ياك، هي اون بارتي دو لادين. شو سميتها؟ سميتها بي ار سي ا ان. هاد بي ار سي ا ان لقاو بان عنده واحد العلاقه معاش مع هاد لو كونسير دو سان. هاد بي ار سي ا ان فين كاين؟ الي لوكاليزي او نيفو مزيان دو كروموزوم 17. ملي كنهضروا على لو كروموزوم 17 واش هذاك سي ان كروموزوم سيكسيوال ولا نون سيكسيوال؟ نون سيكسيوال. دونك لا مالادي في هذا لو كا اسكي لي اوتوزومال ولا غونوزومال؟ اوتوزومال حيت الي بورتي باغ ان اوتوزوم. كاين اللي غادي يقول لهم الفائده علاش كتقولنا اوتوزومال ولا غونوزومال؟ الناس اللي عارفين البروغرام هادشي فين غادي نشوفوه؟ جينيتيك اومان في الوراثه البشريه، هي فاش يقول لك بين بان لا مالادي اوتوزومال ولا غونوزومال. دابا راه كنمهدكم داكشي اللي جاي، معنا وصل نون سيكسيوال نون لي او سيكس او غونوزومال. غونوزومال هي بورتي بار دي كروموزوم سيكسيوال لي او سيكس. مزيان كاينش مشكل، صافي حنا تفاهمنا. لقينا بان كاينه واحد لا غولاسيون ما بين بي ار سي ا ان معاياش مع لو كونسير دو سان. وهنا شنو عطاونا؟ عطاونا دو زاليل، جوج ديال لي زاليل. عارفين شنو هما لي زاليل؟ هما لي فورم دان جين. لو جين ايتودي شكون هو؟ هو بي ار سي ا ان، عنده جوج ديال الحالات، عندنا اناليل ميوتون وكاين اناليل نورمال. اذا داك لو جين كيتاخد لينا شكلين، الشكل الاول هو لاليل ميوتون، الشكل الثاني هو لاليل نورمال. ياك غادي معايا؟ دابا هنايا عطينا شنو لو بورسونتاج دي فام اتان دو كونسير، النسبه المئويه ديال الاناث المصابات بالسرطان. ولكن هنا خدمنا على جوج ديال لي جروب، مجموعتين. المجموعه الاولى ديال الاناث علاش كيتوفروا؟ اللي درسنا دي سانتيفيك خدموا على جوج ديال لي جروب. فوالا هضروا لنا على الاناث اللي عندهم لاليل ميوتون بوحدهم داروا لي تيود عليهم، وثاني هضروا لنا على ايش؟ على لي فام بورتوز دو لاليل نورمال، حتى هما شافوا مدى الاصابه ديالهم بداك لو كونسير. اول سؤال عطينا هنايا، عطينا هي لا كومباريزون، كومباري لو بورسونتاج دو كونسير دو سان شي لي فام en mettant en évidence la relation entre le gène BRCA1 et le cancer du sein. Et là, on va faire une comparaison entre les femmes porteuses de l'allèle normal et les femmes porteuses de l'allèle mutant. Donc, on va faire une comparaison. Maintenant, on va aller aux inates qui ont 70 ans ou on va faire 60 ans. 60 ans, il y a un âge. Il y a 30, 40, 50, 60, 70 ans. Donc, on va faire une comparaison sur les 60. Les inates qui ont 60 ans, c'est 60 ans. شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان لا بروميير كوب ديال لي فام اللي عندهم لاليل نورمال، شنو كنلقاو؟ بان الاناث اللي عندهم 60 عام لو بورسونتاج باش يتصابوا بهذا لو كونسير دو سان شحال النسبه المئويه؟ هي تقريبا نقولوا مثلا هي واحد 5% 3% صافي، نقولوا مثلا حتى 10% ماشي مشكل، واخا راه ماشي صحيحه حيت هذه راه اقل من 10%، نقولوا تقريبا هي 10%. ومع من غادي نقارنوا؟ نقارنوا مع الاناث اللي في عمرهم 60 عام ولكن شنو عندهم؟ عندهم لاليل ميوتون. شحال كنلقاو نسبه الاصابه؟ هي تقريبا 55%. اذا شكون هما اللي اكثر عرضه للاصابه؟ شكون هما اللي بلو اكسبوزي على مالادي؟ اللي عندهم لاليل ميوتون. دونك المجموعه ديال الاناث اللي عندهم لاليل ميوتون بي ار سي ا ميوتون هما اللي غادي يكونوا بلو اكسبوزي على مالادي، كيتصابوا بلو كونسير دو سان اكثر من الاناث اللي غادي يكون عندهم لاليل نورمال. دونك انت شنو عطينا في لا كومباريزون؟ كومباريزون بسيطة، أنت شوف الجواب ما صعيبش، عطينا في لا كومباريزون هنا أوغمونتاسيون دو بورسونتاج دو كونسير دو سان، شكون اللي عندهم لو بورسونتاج إلفي؟ هما الإناث لي فام كيون لاليل ميوتون، اللي عندهم ذاك الحليل اللي فيه لا ميوتاسيون. مزيان، هنا أوغمونتاسيون دو بورسونتاج دو كونسير دو سان شي لي فام بورتوز دو لاليل ميوتون دو جين بي ار سي ا ان، باغابور مقارنة مع من؟ مع لي فام بورتوز دو لاليل نورمال. دونك شكون هما اللي بلو اكسبوزي على مالادي؟ اللي عندهم لاليل ميوتون. اذا هادشي شنو كيقول لنا؟ شنو كيقول؟ كيخلينا اننا نعطيو واحد لا ديدكسيون، واحد الاستنتاج. سؤال، واش بي ار سي ا ان واش عنده علاقه مع لو كونسير ولا لا؟ عنده علاقه مع لو كونسير. لا بروف هي ان دوك الاناث اللي عندهم بي ار سي ا ان ميوتون بالهم السيريال تيكونوا
كيمرضوا دغيا وتيكونوا اكثر عرضه للاصابه بلو كونسير. اذا هنا شنو غادي نقولوا في لا ميوتاسيون دو جين بي ار سي ا ان؟ شنو كتزيد؟ كتكبر لينا، كترفع لينا مناش من لا بروبابيليتي، من الاحتمال بالاصابه بالمرض. شو هذه الجمله شحال بسيطه؟ لا ميوتاسيون دو جين بي ار سي ا ان مالها؟ augmente le risque, augmente la probabilité du cancer du sein chez les femmes. واش مفهومه شويه الفكره؟ دونك اي انثى عندها بي ار سي ا ان ميوتون، لاليل ميوتون، غادي تكون اكثر عرضه للاصابه، تيكون احتمال باش تمرض بورسونتاج تيكون كبير. واش مفهومه شويه الفكره؟ لو بورسونتاج دو كونسير اوغمونت. مزيان مزيان. ولا تقدر تقولي كونطونا ان اليل بي ار سي ان ميوتون، دونك لا بروبابيليتي غادي تكون الفي باش يتصاب مزيان. دونك راه ماشي بالضروره خاص تعطي هاد لي ريبونس على هاد الشكل هذا. كتبقى في الطريقه ديالك ديال التعبير، كيفاش توصل لانفورماسيون. المهم المصحح ملي غادي يجي يقرا شنو خاصو يلقى؟ خاصو يلقى بان راك ربطتي بي ار سي ان مع لو كونسير، وبينتي بان لا ليل ملي كيكون ميوتون كيسبب لينا لو كونسير. هادشي اللي خاص تكتب. المهم لقيتي علاقه ما بين لو كونسير مع لا ميوتاسيون، هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه. واش ما كاينش مشكل؟ ياك ما هاد الامتحان صعيب الديبي ديالو، لحد الان راه مزيان، ياك كلشي فهم بان الانثى او لا فام شنو عندها؟ عندها ان جين شو سميتو بي ار سي ا ان. الا كانت الانثى تزات وعندها داك لاليل نورمال، كتكون اقل عرضه للاصابه بالمرض، ما كيجيهاش لو كونسير الا بواحد لو بورسونتاج اللي ضعيف. ولكن الا كان عندها لاليل بي ار سي ا ان ميوتون طرات في اون ميوتاسيون، شنو كيكون؟ كيكون الاحتمال لو بورسونتاج تيكون طالع باش يجيها لو كونسير دو سان. منطقي هادشي ياك؟ غادي مزيان. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. دابا حنا بقاو غاديين وكنتعمقوا، غادي نهضروا على ياش؟ على لو جين ديال بي ار سي ان. غادي نهضروا عليه لو جين بي ار سي ان. كيس كي كونترول هذاك؟ سي ان جين، سي دو لا دي لا سينتيز دو بروتين. كيما قلنا دائما في اي وطني غادي يربطوا لنا هادشي دائما مع اون بروتين. ديك المره شو شفنا؟ شفنا لي بسيدين فيها مشكل، لقيتو عاقلين. شفنا لا غودوبسين ياك، وعاد شفنا شي حاجه اخرى جو بونس نسيت عليها، لا سي اف تي ار. الله يعطيك الصحه. دونك لا بروتين سي اف تي ار. دونك في اي وطني، ما تنقولش في جميع الوطنيات، ولكن في اغلبيه ديال الوطنيات شنو كيعطيو؟ واحد 99% دائما المشكل في اون بروتين، ودائما المشكل مع اون مالادي، الا في بعض الحالات الوطني اللي غادي نشوفو في الساعه الثانيه ديال داك لي باكتيري، ما عرفتش طليتو عليه ولا لا، اللي فيه لي ماكروليد. هذاك ماشي اون مالادي، هذيك راه كنهضرو عليهاش، على دي باكتيري واش ريزيستونت ولا غادي يكونوا سونسيبل. هذيك التالي ان كاس سبيسيال غادي نخدموه، ولكن في الغالب كيعطيكم بحال هذا الشكل لي مالادي. لو جين بي ار سي ا ان كونترول لا سينتيز دو بروتين، حتى هي شنو سميتها؟ بي ار سي ان. قرا المعطيات بشويه وبحال هكا شنو غادي دير مع الامتحان؟ تاثر، دير بي ار سي ان لو جين اش كيعطي؟ اون بروتين بي ار سي ا ان. هاد بي ار سي ا ان خاصنا نعرفوا لو رول ديالها. ال انترفيان او بيان انترفونون، شنو هي الانترفونسيون؟ هي تتدخل. مزيان. فاش كتدخل شنو هو لو رول ديالها، الوظيفه ديالها؟ لا ريباراسيون دو لا دي ان. الله يعطيك الصحه. اذا حنا فهمنا بان كاين واحد لو جين سميتو بي ار سي ا ان، شنو هو لو رول ديالو؟ كيصاوب لنا اون بروتين، كيدير لا سينتيز دون بروتين اللي شو سميتها بي ار سي ا ان. حتى هي براسها راه عادي هادشي، بي ار سي ا ان لو جين، حتى لا بروتين سميتها بي ار سي ا ان. شنو هو لو رول ديالها؟ هي انها كدير لا ريباراسيون دو لا دي ان، حيت بعض المرات حنايا شنو كيطلع لا دي ان؟ كيتهرس. دونك راه كاين واحد الناس بحال دابا الطوموبيل، واش ملي كتشريها وهي كتبقى خدامه، كتجي واحد الوقت كتخسر، كدي عند الميكانيسيان كيبدا يريباري الصيانه ياك، لا مانتونونس. نفس الحاجه لو كور ديالنا، لو كور ديالنا دائما شنو كيبقى يدير؟ كيبقى يريباري دائما، كيبقى يصلح. شنو غادي يصلح لينا؟ يصلح باغ اكزومبل لا دي ان الا تهرس، ياك متفقين معايا؟ لا دي ان باغ اكزومبل الا تهرس شنو غادي يجيو؟ يجيو واحد لي زاجون هما اللي غادي يصلحوه. شكون هما؟ هما هاد لي بروتين اللي كيتسموا لنا بي ار سي ا. واش ما كاينش مشكل؟ وهذا الشيء فين غادي يتضح لينا؟ ملي غادي نشوفوا لو دوكيومون 2. ها انت شوف معايا لو دوكيومون 2، جو بونس راكم طليتوا عليه في الدار، راه قالوا لي عندكم بزاف الامتحانات ياك، اليوم والعشيه قلتوا غدا، ماشي مشكل، اصبر اصبر، جيبوا ان شاء الله نقطه مزيانه في المراقبه المستمره باش تعاونكم في الامتحان. ها انت الله يرضي عليك، امشوا غير بشويه، هذا امتحان ما صعبش بزاف، لا موين عادي صراحه. شوف شنو عندي هنا، عندنا لا دي ان انتاكت. شنو هي لا دي ان انتاكت؟ ا دي ان انتاكت شنو هو؟ هو ادين نورمال، ما مقيوس ما حتى شي حاجه. واش بانت لكم شي انومالي هنا في هاد لادين؟ كيفاش دير؟ راه بيكاتينير ياك، اون دوبل هيليس متلولب ياك، ما كاينش فيه مشكل. دونك هذا لادين انتاكت الى نورمال. شنو جينا نديرو ذاك لادين باش نخربو؟ باش نديرو شنو كنديرو؟ كنعرضو اون فا ليكسبوزي او غيونمون اكس او بيان لي زولترا فيولي. هاد لي غيون اكس مع لي زولترا فيولي دوك الاشعه شنو غادي يديرو ليه؟ غادي يفككوه. مزيان. دونك غادي يديروا ليه واحد لا روبتور، غادي يهرسوه، دونك بحال غادي تشكلي واحد الكسر. واش بان لكم بانه تهرس على جوج ولا لا؟ شنو كاتبين لنا؟ لا روبتور دي بران دا دي ان. واش هاد الحاجه
اسكي لي بينيفيك الانسان ولا لا؟ واش مزيان الانسان؟ واش مزيان انا نشد لادين الانسان ونهرسو؟ لا، راه هادشي غادي يسبب واحد المشكل. دونك انت لاحظ كان عندي لادين انتاكت نورمال، عطينا هاد لي غيون ياك غيون اكس مع لي زوفي، شنو طرا ليه؟ تهرس. دونك لا روبتور دي بغان. دونك هنا شكون اللي غادي يتدخل في نظركم؟ شكون اللي غادي يجي؟ هو داك لو جين بي ار سي ا ان. دونك هنا خاص يدخلوا لنا واحد الناس اللي كيديروا لا ريباراسيون ديال لادين. شكون هما هاد الناس؟ هما هاد لي جين صافي. دونك لو جين بي ار سي ا ان اش كيصاوب؟ اون بروتين حتى هي سميتها بي ار سي ا ان. شنو هو لو رول ديالها؟ لا ريباراسيون دو لادين. هاد لادين واش محتاج لا ريباراسيون ولا لا؟ محتاج لا ريباراسيون. دونك ملي كتكون عندنا اون فام نورمال خاص يجي وتجي واحد الحاجه ياك، وشنو غادي دير؟ غادي دير لا ريباراسيون دو لادين. غير هي حنا عندنا جوج ديال لي فام، جوج ديال لي جروب. الله يعطيك الصحه. دونك هنا عندنا دي فام شنو عندهم؟ عندهم لاليل ميتون، وكاين دي فام اللي عندهم لاليل نورمال. نبداو بالحاله العاديه لو كا نورمال لي فام سين. الا لاحظتي معايا مزيان لا روبتور ملي كنمشيو دابا هادشي علاش ما شفناهش؟ شفنا عند واحد السيده اللي ما مريضاش. باش عرفتها ما مريضاش انا في الامتحان؟ ها هي اليل نورمال. اذا شنو كنلاحظ؟ بان هاد لادين اللي كان اون روبتور عند من؟ عند لا فام اللي عندها لاليل نورمال. شنو طرا لي لادين؟ طرات ليه لا ريباراسيون. اذا الامور هنايا مزيان، تهرس لادين سور بلاص طرات لا ريباراسيون. شكون اللي دار هاد لا ريباراسيون؟ هي لا بروتين بي ار سي ا ان، حيت عندي هنا لاليل نورمال. ولكن الاناث لي فام اللي عندهم لاليل ميتون ديال لو جين بي ار سي ان، شنو بقى لنا؟ بقى لنا لو ميم ايطا. هنا كانت روبتور، هنا با دو ريباراسيون. اذا هنا شنو كنفهم؟ بان هنا لا بروتين بي ار سي ان دارت الوظيفه ديالها ياك، ودارت لا ريباراسيون دو لادين. ولكن هنا بي ار سي ان ما خداماش، حيت عندنا لاليل اللي مسؤول عليها هو ان لاليل ميتي، طرات ليه اون ميوتاسيون. دونك هنا ما غاديش تكون اون ريباراسيون. لاحظ معايا ملي كتكون لا ريباراسيون اش كيطرى لنا؟ كتكون اون بروليفيراسيون نورمال. وهذا لو تيرم قلناه بزاف د المرات. شنو هي لا بروليفيراسيون؟ قلت لكم تكاثر. استاذ يعطيك الصحه، سمعتي معنا في الكلاس استاذ، قلنا في القسم هذا لا بروليفيراسيون. كنقولوا بان لا بروليفيراسيون بحال بحال لا مولتيبليكاسيون سيلولار، ياك هضرنا لا دوبليكاسيون دي سيلول، ياك كنا كنقولوا لا بروليفيراسيون. دونك لا بروليفيراسيون كنا كنقولوا واحد المره هي لا مولتيبليكاسيون دي سيلول. كيفاش دايره لا مولتيبليكاسيون؟ الي نورمال ديال من؟ ديال لي سيلول مامير. لي سيلول مامير شكون هما؟ لا لا قالت لي سيلول مير. لا ماشي سيلول مير، لي سيلول مامير هما الخلايا ديال الثدي صافي. دونك الخلايا الثديه لا بروف، لا بروف على ان هادشي تنقول صحيح. شنو كيتسموا الثدييات بالفرونسي؟ لي لا كيتسموا حتى لي ماميل زعما الثدي. ولكن ملي كنهضروا على مثلا لي ماميفير، برافو عليك يا استاذ، برافو عليك. لا ما يضحكش عليك، كيضحك معك كيضحك معك. لا شوف شوف شو الاستاذ شنو قال لنا؟ قال لك بان عندنا لي ماميفير، لي ماميفير هما الثدييات. نعم بحال شكل بحال شكل. المهم المهم اللي خاص تعقل عليه في هذا الامتحان هو ان ملي عندنا لي سيلول مامير هما الخلايا ديال الثدي صافي مزيان. لا بروف ان عندنا لي ماميفير هما الثدييات صافي، اللي كيرضعوا الحليب، كياخذوا الحليب للام ديالهم من خلال الثدي صافي. حنا تفاهمنا. دونك هنا بروليفيراسيون نورمال. ولكن لي فام اللي ما طراتش لهم لا ريباراسيون، لاحظ معايا شنو طرانا هنايا؟ اون بروليفيراسيون كيفاش دايره؟ الياتوار. الياتوار بحال قلتي، بحال قلتي انارشيك، عشوائيه. الله يعطيك الصحه. اذا بحال قلتي هنايا الانقسامات منظمه ياك، نورمال ريغوليير منظمه، ولكن هنايا اون بروليفيراسيون الياتوار اللي زعما عشوائيه. وهو لو كونسير في الحقيقه شنو هي؟ اون بروليفيراسيون تكاثر عشوائي، اون بروليفيراسيون الياتوار. لاحظ معايا بروليفيراسيون الياتوار دي سيلول مامير اي اباريسيون دو كونسير. دونك شكون اللي سبب لي هنا لو كونسير؟ هي هاد لا روبتور ديال لا دي ان، ما طراتليش لا ريباراسيون، بالتالي شنو طرا لنا؟ بان لو كونسير. ولكن لو كانت خدامه هذيك لا بروتين بي ار سي ان كنا غادي نتفاداو هذا المشكل كامل. فهمنا شويه ليدي؟ عاد نشوفوا السؤال، شوفوا السؤال شنو عاطينا. اون فو بازون سور لي دوني دو دوكيمون 2 اكسبليكي ليفولوسيون دو بورسونتاج دو كونسير دو سان انرجستري شي لو دوكيمون chez enregistré dans le document 1 chez les femmes porteuses de l'allèle mutant du gène BRCA1. Donc je vais dire que les femmes porteuses de l'allèle mutant, je vais dire ils vont synthétiser, ils vont produire une protéine qui va dire BRCA1 normal ou anormal? Anormal. Donc je vais dire une protéine anormale, il n'y aura pas de réparation d'ADN. Ma radis je la réparation d'ADN. Ou je vais dire la réparation de l'ADN, je vois le produit final, je vais dire apparition du cancer. ولكن خاصني نخلي هذه الجمله بروليفيراسيون الياتوار دي سيلول مامير apparition du cancer du sein. فهمتوا شو الفكره؟
BRCA1 ميتون ياك اش غادي يعطينا اون بروتين BRCA1 انورمال بروتين BRCA1 انورمال فلاش ما غاديش با دو ريباراسيون دو لادين شتي واخا تبلوكا اش غادير جمله فلاش جمله فلاش باش هني راس ملي ما تكونش لا ريباراسيون دو لادين ها النتيجه النهائيه نعم كيفاش كار إليا ما فهمتش قولي لنا اي استاذ زين لا ولكن بلاتي اسمع شنو قال لنا اسمع اش قال لنا قالك بان ما كايناش اون ريباراسيون كار إليا اون بروليفيراسيون الياتوار لا راه ماشي هذا هو السبب ديال ما كايناش لا ريباراسيون ما كايناش لا ريباراسيون حيت لا بروتين بي ار سي ا ما خداماش وهاد هادي اللي ناض لا بروليفيراسيون هي لو برودوي هي النتيجه ديال الفشل ديال ديك لا بروتين واش فهمتينا سي ياسين فهمتي اخويا دونك لو جين ما خدامش اش غيعطيك في اون ميوتاسيون غادي يعطي اون بروتين انورمال وديك لا بروتين بي ار سي ا انورمال ما غاديش دير لا ريباراسيون وشنو هي النتيجه النهائيه لو برودوي فينال هي ان لا بروليفيراسيون الياتوار غادي تكون وغيكون لو كونسير دونك هذا ماشي السبب هذا راه النتيجه ديال داك المشكل غير النظام واقعي الاخر خربقتي ماشي مشكل ولكن دابا بواياسين واش فهمتي سير اخويا واخا باش غادي نزيدو ناكدو هادشي غادي نشوفو لا كوريكسيون طلعو لا كوريكسيون ونحاولو نشوفو الا عندكم شي ملاحظه قولوها ها انت شنو كاتبين لنا شو عافاك شوف دو لا ميوتاسيون دو جين بي ار سي ا 1 مالها امبيش لا ريباراسيون دي ريبتور كي سو برودويز او نيفو دو لا موليكول دي ان واش فهمتوا هاد الجمله هادي ولا لا شنو هي امبيش هي تمنع دونك هنايا في الحاله العاديه شنو كيكون كتكون عندنا لا ريباراسيون دو لادين ولكن هاد لا ميوتاسيون شنو دارت لنا ولات كتمنع الاصلاح ديال لادين ال فا امبيشي لا فينايا لا ريباراسيون دي ريبتور اللي كاينين او نيفو دو لادين لا ريبتور هما الكسر اذا داك الكسر واش يبقى ولا غادي يتصلح غادي يبقى علاش ما يبقاش غادي يبقى Voilà, radibqa. Ce qui induit une prolifération aléatoire des cellules mammaires et par conséquence une augmentation du pourcentage du cancer. Vous avez compris la fikra? Vous n'avez pas d'autre chose à dire. Il y a 15 ans, il y a quelque chose qui est très important. Tout ce qui fait le cancer, il y a un cancer, il y a un cancer, il y a un cancer, il y a la réparation de l'ADN. Voilà, c'est ça. واخا ندوزو دابا لاش لاليل دونك دابا غادي يدوزو لنا كالعاده شنو غادي يعطيونا غادي يعطونا لا دي ان لا دي ان ديال لي فام اللي عندهم لاليل نورمال مع لا دي ان ديال لي فام اللي عندهم لاليل ميتون الله يعطيك الصحه جوج ديال لي بران دي ان هنا واش عاطينا لو نومبر دي نيكليوتيد ولا عاطينا لي تريبلي عاطينا لي تريبلي بدينا من 368 حتى 375 اول سؤال اللي غادي نطلب منكم هو لا ميوتاسيون شكون هي هنايا لا ميوتاسيون لا 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 دابا انا كنسول ما كنسولش على لايغين فوقاش كنشوف بغا ترانسكري ولا نون ترانسكري ملي كنبغي نصاوب لايغين ميساج انا سولتك على لا ميوتاسيون شنو هي واخا دونك هنا واش سوبستيتيسيون ولا لا سوبستيتيسيون دونك اللي قالوا سوبستيتيسيون راهم غالطين وانت شنو كتشوف انت او واخا نوريك انا نوريكم انت شوف شنو عندي هنا عندنا لا دين وهنا لا دين الا بغيت نسولك على الطول سيت بغيت نسولك على لا لونغور ديال لا دين اسكي لي لا ميم هنايا ماشي لا ميم الا حتي معايا هنا كاينه تي تي ولا شنو كاين تي اذا اول ملاحظه كتلفت الاهتمام ديالنا هي ان هاد لو بغا شو طرا ليه نقص مادام نقص اذا تنقصات منه شي حاجه طراتنا اون ديليسيون دونك نتايا شنو كتجي كتقول لي كتبان لك بان باغ اكزومبل عندك هنا جي مع ا مع تي مع تي كتقول بزاف ديال سوبستيتيسيون لا في الوطني ما غاديش يعطوك بزاف ديال سوبستيتيسيون كيعطوك غير سوبستيتيسيون وحده اذا شنو لا تكنيك اللي غنعتمدوا عليها غادي نعتمدوا عليها على التاطير دابا شنو غادي نديروا غادي نهضروا على لا ميوتاسيون اللي عندي باش نحددها كنتعلموا اننا ناثروا نديروا ان كادر ماشي غير كتشوف بعينك كتحاول انك تاثر شنو كناثروا الشباب شنو هي الحاجه اللي كنحاولوا ناثروا اللي كاينه الفوق اللي كاينه لتحت غادي نشوفوا ناثروا اوجه التشابه هنا اش كنلقوا بان من بلاتي نشوفوا حتى لهنايا واش كاين تشابه ولا لا هنايا حتى لهنا كاين تشابه ما كاينش مشكل لا بارتي اللي الفوق هي لا بارتي اللي تحت اذا هاد لابارتي واش نهضر عليها ما نقيسهاش اذا المشكل فين ولا لهيه هنا غادي نرجعوا للجي الجي واش كاينه ما كايناش لتحت اذا ما كايناش لتحت ما غاديش نقيسها اش كندير كنخلي ابلاتي خليت حتى الاخر وحكم قول لي واش ديليسيون واش اديسيون واش سوبستيتيسيون غير بشويه هاد الجي واش كاينه الفوق
واش كاينه لتحت؟ عفوا ما كايناش. اذا ما غاديش ناثر عليها، غادي نشوفوا لا بارتي اللي كاينه هنايا واش هذه كاينه لتحت. انا اثرت عليها، قلب غير بشويه عليك، شويه يعني. كانت زيد طلق عويناتك غير بشويه. ها انت جي ما اثرتش عليها هذيك بوحدها، جي ما كنهضرش عليها. علاش ما اثرتش عليها؟ حيت ما كايناش لتحت، ولكن داكشي اللي جاي من بعد هاد لا بارتي بعد لا بارتي مالهم؟ راهم كاين. ها هي تي مع تي، جي مع جي، ا مع ا، اذا متشابهين. اذا شكون هي الحاله الوحيده اللي فيها المشكل؟ هي الجي. اذا هاد الجي السيده اللي ما مريضاش كانت عندها الجي، ولكن السيده اللي عندها لاي الميتون واش بقات عندها الجي؟ ما بقاش عندها الجي. دونك عندنا اون ميوتاسيون بار ديليسيون، صافي اون بيرت د نيكليوتيد اللي سميناه الجي. واش كلشي فهم؟ دونك ما تبقاش تجاوب غير بعينك، الله يرحم الوالدين، حاول انك تاثر. الا اثرتي غادي تلقى لا ريبونس. غير هي ما تنقولش انها سهله، واش كاينه شي حاجه سهله؟ كلشي صعيب. غير هي هاد لا تكنيك غادي تسهل عليك، ماشي غتجي من الاول تشوف اه سوبستيتيسيون. وحاجه اخرى قلت لكم ديك المره، الا لقيتي بزاف ديال لي سوبستيتيسيون غتعرف راسك كتخربق. لا سوبستيتيسيون ما غاديش يعطوك بزاف نهار الوطني، غادي يعطوك غير وحده ماكسيموم. ولا مثلا بغاو يعقدوا الامور يعطيو وحده على اليمين وحده على اليسار، وفي الغالب كيعطيونا غير وحده 99% كيعطيو غير سوبستيتيسيون وحده. منين يبانوا لك بزاف ديال لي سوبستيتيسيون بحال هكا جي مع تي، تي مع جي، جي مع عرف راسك راه كتخربق. هذيك راه اون ديليسيون ولا اون انسيرسيون، وبحال قلتي راه ان ديكالاج، ما بقاش نفس الترتيب. حيت مين تنقصات هذه اللي هنا شنو طرا؟ هذا الشيء كامل كحاز ليات، ياك مفهوم الفكره؟ بحال قلتي هاد تي كانت ديكاليه بوحده، ولكن مين مشات جي واش تبقى هكا بعيده؟ اش غادي دير؟ غادي تكحاز، غادي تعوض ذاك الفراغ. منين طرات ديك لا ترونسلاسيون ديك الاذاعه هي فاش طرا ذاك الديكالاج وبان لكم بزاف ديال الاختلافات. دونك هذه سي اون ديليسيون، واش كلشي اقتنع بها؟ فوالا دونك احنا تفاهمنا سي اون ديليسيون. اذا دابا شنو غادي نحاولوا نديروا؟ غادي نحاولوا نصاوبوا لايغين ميساج، الله يعطيك الصحه. واول حاجه كنقلب عليها كالعاده، دابا راه وليتوا عارفين هادشي احسن مني، كنشوف واش بغان ترونسكري ولا نو ترونسكري. هنا شنو عندنا؟ عندنا ان بغان ترونسكري. اول حاجه كنسطر عليها، كنسطر على لو بغان ترونسكري. تخيل معايا، تخيل انهم عاطينك لو بغان نو ترونسكري وانت اعتبرتي ان بغان ترونسكري، فاش غادي تضيع؟ تضيع في لي غير ميساجي، وتضيع في لي زاسيد اميلي، صافي. وبلا ما نهضروا على الفقصه ديال هادشي، من بعد ملي غادي تخرج يقول بان راه كان بغان نو ترونسكري، هذيك فقصه ثاني خطيره، حيت انت عارف كيفاش تجاوبوا ولكن ما اهتميتيش بداكشي اللي كنا كنقولوا. وثالث حاجه غادي تضيع فيها هي لا غولاسيون جين بروتين كاركتير، حيت غادي تبدلوا لي زاسيد اميلي ولا لا؟ غادي تبدلوا. وانت شنو غادي تجي؟ غادي تجي تقوم تبدلات ار جي باغ فال باغ اكزومبل، وهي في الحقيقه شنو؟ راه ماشي لا جي لي مع الفال، حيت انت اصلا كلشي عندك مخربق. دونك انت ضيعتي لا غير الميساج ولي زاسيد اميني وشويه من لا غولاسيون جين بروتين كاركتير. داكشي علاش تنقول لك خاصك تركز، خاصك تركز على ايش؟ على واش عندك لو بغان ترونسكري ولا نو نون ترونسكري. لو بغان ترونسكري عارفين كيفاش نخدموا به ولا لا؟ انا نعطيو غير اكزومبل، نعطيو غير مثال. بعد دابا السي مهدي شنو خاصني ندير اخويا هنايا؟ انا عندي لو بغان ترونسكري، شنو غادي ندير؟ شنو عندنا هنا؟ ما عرفتيش واخا. هنا عندنا سي تي تي، شنو غادي نحاولوا نديروا؟ غادي نجي غادي نصاوب لاي غير الميساج. هنا عندنا سي تي تي جي 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 هلا كتعطوا الالفابيت ا سي ا واخا. واش فهمنا شويه هادشي ولا لا؟ واخا. دابا شنو غادي دير؟ غادي تجبد ليا، جبد لي داك الجدول ديالاش ديال لو كود جينيتيك، ياك عندكم في الدرس ياك، هذاك غادي نحتاجوه. جي ا شنو هي؟ غادي دونك غادي ندير غلو ياك، ها هو لاسيد امين الاول ا اس بي مزيان، جي او او فال، غادي ندير فال برو مزيان، غادي تكون برولين. شو ثاني؟ تي ار اي غريك مزيان، زيد معايا ايزو. هادشي كامل اش كنجيبو؟ كنجيبو من لو طابلو لو كود جينيتيك اللي دائما كيتحطينا في الوطني تي اش ار. لا في الوطني، في الوطني ما تقدرش تكتبها كامله، كيعطيوك غير ثلاثه ديال الحروف الاولى باش ما يجيكش داكشي فهمتي فيه الكتابه بزاف. اما الجدول هنا شنو كاتب لكم هنا في لو كور؟ كاتب لكم السميه كامله
ولكن نهار الوطن كيكتب غيفال ا ار جي، انت كتب داكشي اللي عاطيك في الوطن بحال كتب صيغه ملخصه غير باش شو تصور صورك اللي كتب دابا الكلمه كامله. واش كنا غادي نجيبوه مقدم بحال هكا؟ عاد اخر حاجه السي او ا شنو هي؟ مزيان لوسيد. وهاد ا ا شنو غادي نقدروا نعطيوها؟ ا ا ما نعطيوها والو. شكون اللي كيعطيك الحق انك تصاوب اسيد امين؟ بلاتي فين بان الكودون ستوب؟ فين هو؟ فين بان لك كودون ستوب؟ فين بان لك كودون ستوب؟ فين؟ ما كاينش، ما كاملينش. واش نقيسوهم؟ ما نخدموش بهم. فوقاش كنخدموا بالحاجه؟ الا كانوا ثلاثه ديال النيوكليوتيد هنا شحال من وحده كاينه؟ جوج. واش عندي الحق نخدم بها؟ ما نخدمش بها، كنصاوبها في لاي غير ميساجي، ولكن باش نعطيها اسيد امين ما يمكنش، حيت تقدر تكون ا ا او ا اس سي، دونك هذيك غادي تبقى خاويه وماشي كودون ستوب. هذاك كودون ستوب غادي نشوفوه من بعد. نفس الحاجه كاينه لتحت، غادي تكون هنا جلو، هنا ا اس بي مزيان فال، وهنا غادي تكون برو، هنا تري، وهنا غادي تكون اي ايزولوسين، وعاد هنا غادي هنا ديك فوالا. دونك هنا ا هاي فينا هي ا اس ا اس شنو تعطينا؟ بلات ا ا سي ا اس غادي تعطينا ا اس بي. الله يعطيك الصحه. وعاد او ا ا شنو هي؟ شنو هي او ا ا؟ شنو هي او ا ا؟ انت رقم الدوكيومون اللي عاطيكم هي نونسونس، هي كودون ستوب، هي كودون نونسونس. الله يعطيك الصحه مزيان. دونك واش فهمتوا علاش؟ علاش حاولت انني نجاوب على هادشي في السبوره وما اكتفيناش بلا كوريكسيون اللي درت لكم في الداتاش؟ علاش؟ حيت بانت لنا واحد القضيه اللي هي كودون، كودون ستوب. هاد كودون ستوب عندك تكتب بحال هكا نهار الامتحان، اش كتخلي؟ كتخلي غير الفراغ. دونك هاد او ا ا شنو هو لو رول ديالو هاد لو كودون ستوب؟ هو انه كيعطيك ان ميساج كيل يا ان اغي دو لا ترادكسيون، ياك هادي هي لا ترادكسيون، كندوزو من لاي غير علاش؟ لي اسيد امينه. دونك باش ندوز من لاي غير لاسيد امينه كتسمى ترادكسيون. اون فوا كنوصلوا للكودون ستوب شنو المعنى ديالو؟ اننا كنحبسوا لا ترادكسيون. شي واخا يكونوا مازال عندك لي تريبل هنا، واخا تكون عندك مثلا ا ا سي 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 ومازال بزاف 100 نيكليوتيد، ما غاديش تكمل، حيت هنايا توقفات لينا لا ترادكسيون. واش كلشي فهم شنو قلنا ولا لا؟ حنا شنو كنا مولفين كنديروا؟ كنلقاو غير شونجمون ديال لي اسيد امينه، ولكن الحاله دابا اللي تات الاهتمام ديالنا هي اباريسيون دان كودون ستوب. الى بان الكودون ستوب شنو غادي يعطينا؟ غيعطي بحال قلتي ان سينيال ديال اش؟ ديال لا غي دو لا ترادكسيون. إلا كان شونجمون بيان سيغ، وكانت غير مثلا هنا بلاصة أو أ أ مثلا كاين شي حاجة أخرى عطات لي أسيد أمينة غادي تكمل، ولكن ملي بانت لنا أو أ أ كودون ستوب خاصك تحبس، وعندك تمشي تكتب هنا ستوب. عندك هنا كنكتبوا لي زاسيد أمينة، أما ستوب باش كتبين المصايب أنك فاهم ديك ستوب شنو كدير؟ كتخلي غير الفراغ، غير الفراغ. واش بحال هكا غادي تخلي الفراغ؟ أه؟ غادي تبان اكزاكتومون. هذه هي فاش فكرت وحشمت نقولها، غيبان الواحد بانه مكلخ اباداوي. الله يعطيك الصحه. لا ما يتعامل يقدر يضرب عليها وغادي يزيد، ولكن غادي ياخذ عليك صوره ماشي هي هذيك، يقول ويلي هذا كودون ستوب كاتبه. حيت كودون ستوب، كودون ستوب فين غادي نكتبوها؟ شي كودون ستوب فين غادي نكتبوها؟ غادي نكتبوها في لا غولاسيون جين بروتيين كاركتير، هي فاش نحتاجو كودون ستوب. شوف شنو عندنا هنا، واش بانت لكم هنا او ا ولا لا؟ هي كودون ستوب. واش كتبنا تحتها شي اسيد اميني؟ خلينا غير الفراغ، ومازال غادي نشوف وطنيات اخرين على هذا الشكل هذا اللي هنا. مزيان. هذه هذه ديال من؟ ديال هاد. هذه ديال هاد. هذه اللي هنايا ديال الفالي. هذه مع هذه، هذه مع هذه، هذه مع هذه، وهذه مع هذه، وهذه بقات بوحدها. هذيك هي الكودون ستوب. واش فهمتوا الترتيب؟ حيت راه ان ديكالاج، حيت الكتابه شويه طويله، داك الشيء علاش لي زاسيد امينه ما جاوش مع لي كودون. واش فهمتوا شنو الفكره؟ حيت الا حسبتيها انت غير بالعقل، شوف شوف دير واحد القضيه معايا، شحال عندك من تريبلي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. شنو كنلقاو هنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. علاش الأخرانية ما درنا فيها حتى شي حاجة؟ حيت هي كودون ستوب. كلشي اقتنع بهاد القضية. دابا غادي نزيدو، غادي نديرو لا غولاسيون جين بروتيين كاركتير. غولاسيون جين بروتيين كاركتير، لا غولاسيون جين بروتيين كاركتير غادي نبدا من لا ميوتاسيون وأنا غاد. يلاه شي واحد يقول لنا شنو طرا؟ أون أون ميوتاسيون باغ ديليسيون. ها انت اول حاجه ميوتاسيون باغ ديليسيون، كنقول السميه فين البلاصه ديالها وشنو هو التاثير ديالها. اون اون ميوتاسيون باغ ديليسيون او نيفو، او نيفو دو كوا؟ او نيفو دو تريبلي 374 ياك 374.
ها هي لا ميوتاسيون بار ديليسيون، شكون اللي طات؟ ديليسيون دو نوكليوتيد جي، هذه هي الجمله الاولانيه. لا هذيك فوقاش كنقولوا جي بارتي، مي كتكون كتكون لا سوبستيتيسيون، هنا كتقولي بان واحد لي طار، واش هذا طار وطير معاه شي حاجه اخرى؟ صافي غير جي اللي مشى انا، دونك انا ميوتاسيون بار ديليسيون او نيفو دو تريبلي 374 ديليسيون ديالاش ديال لو نوكليوتيد جي. ياك ما زربت عليكم ما كاينش مشكل، غادي نديرو اون فلاش. هادشي شنو اثر؟ شنو عطانا؟ بارت شونجمون ديالاش تبدل. واخا 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 انت لاحظتي معايا واحد القضيه، ارجع ارجع معاك لا كوريكسيون، ملي كنرجعو لا كوريكسيون لاحظ معايا واحد القضيه، هنا كانت عندي تي اش ار، شنو ولات؟ ولات اس ان. دونك غادي يكون شونجمون دي زاسيد اميني، اي كون شونجمون دي زاسيد اميني، شونجمون ديال اسيد اميني، ولكن انت غير تقول شونجمون ديال واحد لاسيد اميني، ولكن شكون هي الحاجه اللي مهمه خصني مونسيونيها؟ لاباريسيون ديالاش؟ ديال الكودون نونسونس. هاد لا ميوتاسيون عطاتنا واحد الحاجه اللي جديده، حنا شنو كنا مولفين؟ ان هاد لاسيد اميني تبدل بهاد لاسيد اميني، ولكن الحاجه اللي جديده هنا شنو هي؟ هي ان عندنا اباريسيون دان كودون، كودون ستوب. واش كلشي بان لي بان عندنا اباريسيون ديال كودون ستوب؟ اباريسيون دان كودون ستوب، وداك لو كودون ستوب فاش اثر؟ اثر على لا على على لا تراديكسيون، تما توقفتنا لا تراديكسيون. جاكم امتحان صعيب شويه اول مره؟ واخا ماشي مشكل، هاد لا غير ديال لا تراديكسيون ماشي مشكل. دونك انت شنو طرا لنا؟ طرات لنا اون ميوتاسيون بار ديليسيون. هاد لا ديليسيون فين كانت؟ في لو تريبلي 374. شنو طرا لنا؟ ديليسيون ديالاش؟ ديال نوكليوتيد جي، هو اللي طار. من بعد شنو طرا لنا؟ شونجمون ديال لي زاسيد اميني، نقولوا مثلا شونجمون ديال تي اش ار باغ اس ان، اي اباريسيون دان كودون ستوب اللي هو يو ا ا، واش عاقلين عليها ولا لا؟ دونك اباريسيون ديال الكودون ستوب، الكودون ستوب شنو هو التاثير ديالو؟ كيوقف لينا لا تخادكسيون، الله يعطيك الصحه. اذا هادشي خاصنا نكتبو، غادي نديرو فلاش اغي دو لا تخادكسيون. هادشي هاد لاغي ديال لا تخادكسيون واش ياثر على لا بروتين ولا لا؟ لا بروتين واش تكون فونكسيونيل ولا نون فونكسيونيل؟ نون فونكسيونيل. ولا بغيتي تزيد تزينه شنو غادي تقول؟ بان لا بروتين اسكي لي كومبليت ولا انكومبليت؟ انكومبليت، حيت فوقاش تكون كومبليت. دونك كملنا لا تخادكسيون، انا ما كملتش لا تخادكسيون، اذا راه ناقصين منها لي زاسيد اميني، غادي نحصل على اون بروتين انكومبليت. ولا كانت انكومبليت غادي تكون نون فونكسيونيل، ولا كانت نون فونكسيونيل واش تكون لا ريباراسيون دو لا دي ان؟ ما تكونش ريباراسيون دو لا دي ان. وشنو هي النتيجه النهائيه؟ la prolifération aléatoire des cellules. Ça fait, mais je qui bénit le compte.